السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا في احسن الحال. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امنه جيحه. نهار جديد ووصفه جديده على القناه، وكيف ما كتشوفوا اليوم حضرت هاد المخيمرات اللي كيجيو غزالين بلا تعب بلا دلك بلا حتى شي مجهود، بمكون اللي كيخليهم كيجيو فتيين وكيجيو خفاف وكيجيو هشاش. هانتوما كما كتشوفوا الصوره داله على نفسها، راهم كيجيو رائعين يستحقوا انكم تجربوهم. بقاو معايا ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنا في واحد لوبول ضفت ليه واحد لوبول، درت فيه معلقه ديال السكر سنيده، زدت ليها معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخميره ديال الخبز عفوا، وزدت ليهم جوج كيسان ديال الماء، وضفت واحد الزلافة ديال دقيق القمح الصلب ولا الدقيق الفينو كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد ليه واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نخليه على جانب حتى يتشرب ليا هاد الماء هاد الفينو واحد الخمسة جهد هكاك، خمسة ديال الدقائق ان شاء الله. نغطي بالبلاستيكه ونرجعوا من بعد نشوفوا التتمه ديال العجين ديالنا. ومن بعد ما داز خمسة دقائق كيف ما كتشوفوا ديك يعني ديك الفينو ديجا تشرب. هاد العمليه راني فايت ليا درتها معكم في الخبز، هاد العمليه يعني اللي كندير كتسهل عليا العجينه الطريقه ديال العجن، يعني ما كنديرش فيها شي مجهود، غير كنخلطها كتسهل عليا الماموريه ديال العجينه ديالي. غادي نزيد ليها واحد جوج زلايف ديال الدقيق الفورس ولا الدقيق الابيض كيف ما كتشوفوا، غربلتهم. وغادي نضيف ليها هنايا القياس ديال الملحه، جهد جوج معلقات صغار انا اللي ضفت هنا ديال الملحه القياس ديال هاد الدقيق. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل، وهذا هو المكون اللي قلت لكم عليه اللي كيخلي هاد المخامر كيجيو هشاش وكيجيو فتيين وكيجيو رائعين. جربوها البنات وردوا عليا الخبر، كيجيو غزلان غزلان. وكيف ما كتشوفوا يعني كنروي العجينه ديالي، يعني كنخلطها غير بيد وحده، يعني ديك العمليه اللي درت ديال الفينو كتسهل عليا الماموريه وما كتخلينيش نضرب تمره نهائيا في العجينه. كما شفتوا ما غير عجنتها غير بيد واحد، يعني غير خلطتها حتى تقطع ديك الدقيق ما بقاش كيبان. صافي هاد العجينه ديالي هذا هو القوام اللي غادي نخليها عليها كيف ما كتشوفوا. غادي نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها جهد واحد 10 دقائق ماشي اكثر، ونكملوا ان شاء الله التتمه ديال الوصفه ديالنا. وكيف ما كتشوفوا دازت 10 ديال الدقائق بالضبط اللي خليتها، ما تخليوهاش اكثر. صافي العجينه ديالنا كترجع مدلوكه، كيرجع القوام ديالها رطب وكلشي، كترجع ساهله يعني في اننا نشكلوها. بديت كنشكلها هكا كويرات، الحجم ديالهم ماشي كبير متوسط هكاك، بغيتهم يجيو هني غير يعني مخيمرات ما يكونوش كبار. وانتما كتبقى الحجم على حسابكم. دهنتهم بالزيت وحطيتهم في واحد لاطا كيف ما كتشوفوا، وغطيتهم بالبلاستيكه وخليتهم يرتاحوا ماشي بزاف هكاك، ما كملتش 4 دقائق صافيت. وبديت كنخدمهم. عندي هنا الزيت، عندي الفينو دقيق الفينو ضفت ليه واحد المعلقه ديال النشا، وعندي شويه ديال الزبده مذوبه حتى هي. صافي غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نبداو يعني كنصايبو هاد المخيمرات ديالنا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنبدا كنبسط العجينه ديالي، دائما غادي نبسطوها مزيان الا بغيتو المخيمرات ولا مليويات ولا يعني مسمنات يجيوكم زوينين، هي انكم تورقوا العجينه مزيان 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 حتى كيبقى كيبان لكم يعني لتحت فين كتخدموا الطبله ولا بوطاجي ولا، يعني ضروري من هاد العمليه الا بغيتوهم يجيو ناجحين يعني 100%. صافي كان يعني بهذه الطريقه كنحاول يعني نلوي العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، وكنحصل على هذا الشكل هذا. صافي كنستمر كما كتشوفوا، كنبقى يعني كنورق العجينه ديالي مزيان. هذه هي اللي كنبغي ناكد عليها، هو ان ورقوا العجينه بسطوها مزيان غادي تنجح معكم الوصفه اكيد. بعد ما كنورقها كندهن بشويه ديال الزبده وكنرش بالدقيق، يعني الطريقه راها سهله وواضحه زعما في الفيديو. كنطوي على هذا الشكل جوج طويات
ومن بعد ها نتوما كتشوفوا كما كنطوي العجينه، وكنجيب هذوك الجناب وكنحاول نصيبهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا. طريقه راه سهله وبسيطه. نعاود معكم باش توضح لكم الطريقه اكثر وتكون واضحه. وكتشوفوا العجينه يعني راه باني واخا ما دلكناهاش كتشوفوها راه يعني كتجي غزاله، كتجي زوينه وكتجي مطلوقه، كتعطينا الضعف اننا نخدموها كما بغيتي، نلعبوا بها كما بغيتي، نشكلوها كيف ما بغينا. بنفس الطريقه كنجيب هذا الطرف والطرف الثاني صافي. انا كنرشب شويه ديال كندير ندهن شويه ديال الزبده ونرش شويه ديال الدقيق ونطوي العجينه ديالي، وداك الطرفين هكا كنصايبهم كيف ما كتشوفوا حتى كنحصل على هذا العجين هكا بهذا الشكل. نستمر حتى كملت الكميه كلها اللي عندي وغطيتها يعني بديك الميكا، خليتها واحد شويه يعني بما ساليت انا ديجا كنصايبو مغطيها، بما ساليت كنلقاهم كلهم يعني صافي تطلقوا معايا صافي. كندوز دابا كنبسطهم. انا درت المقله هنا كتسخن، انا المقله عندي هنا كتهز اربعه هكا من هذا الحجم، غادي نحاول نبسط اربعه باش نحطهم في المقله يطيبوا. راهم كيجيو زوينين البنات صدقوني، غير جربوهم على حسابي كيجيو غزال هكا الفطور ولا الكوتي ولا كيجيو رائعين. المقله من بعد ما سخنت كما شفتوا بان انا دهنتها بالزيت، انا عندي هذه المقله شويه كتلصق، دهنتها بشويه ديال الزيت صافي. كنبدا كنحط هاد المخيمرات باش يطيبوا. العافيه ولا النار ما تكونش مجهده باش ما يعني ما يتبهدوش لينا، كنطيبوهم على راحتهم، كتكون على المتوسط العافيه هكاك علاش كيطيبوا صافي. والطريقه المعروفه هي ان دائما كنقلبوهم وهما مازال ما طابوش، يعني غير كيشدوا راسهم هكا شويه كيف ما شفتوا، وكنبدا كنقلب فيهم وانا كندور يعني حتى كيتحمروا من جميع الجوانب وكيطيبوا على خاطرهم. وميمطون انا راه كن يعني كل ما خوات البلاصه كنعمر وحده اخرى هكا باش كنسهل عليا العمليه ديال يعني الطياب، ما كنتعطلش كما كتشوفوا صافي. وهاد القضيه دغيا كنسربي بها ما كنتعطلش في الطياب صافي. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي كيف ما شفتوا. انا ساليت دابا كلشي الكميه اللي عندي، وهادو هما المخيمرات ديالنا كيف ما كتشوفوهم، راهم كيجيو غزلان كيجيو رائعين، يستحقوا التجربه ديالكم صراحه لانهم كيجيو فنين بزاف بزاف. المهم لا داعي باش انني نشكرهم، راهما شاكرين راسهم براسهم، راس الصوره كتداله على انهم زوينين وغزالين. ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. تبقوا على خير.